بلغت كمية القمح التي تم تسويقها إلى مراكز السورية للحبوب في ريف محافظة إدلب المحرر 18,000 طن مع انتهاء موسم الحصاد للعام الجاري. وذكرت مديرية الزراعة أن الكمية المسوقة هي من إنتاج المساحة المزروعة بالقمح والبالغة 18,000 هكتار، معظمها زراعة بعلية. وصلت المبالغ المالية المصروفة للفلاحين من فروع المصرف الزراعي في درعا لقاء تسليم محصولي القمح والشعير لمراكز الحبوب وأكثر البذار إلى 217 مليار ليرة سورية، وتتم عملية الصرف بناء على قوائم تحول من مراكز الحبوب وأكثر البذار إلى فروع المصرف الزراعي في المحافظة، ولتتجاوز مدة الصرف 24 ساعة من لحظة وصول قوائم الشراء من المركز. وصل إنتاج الحجر البازلتي من كسارات الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية نحو 7,000 متر مكعب منذ بدء الموسم الحالي وحتى تاريخه هذا، ويوجد في الشركة 4 كسارات يقوم عمال الشركة بتشغيلها وصيانتها بالكامل، منها كسارتان تعملان على ورديتين لاستغلال فصل الصيف، وهو الموسم المثالي لتكسير الحجر. انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي، في حين أبقت قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية خام برينت عند 8 دولارا للبرميل. كتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال أن روسيا انسحبت من اتفاق الحبوب لأنه فقد معناه، وقال إن بلاده قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية تجاريا ومجانيا، خاصة وأنه يتوقع مرة أخرى حصادا قياسيا هذا العام، كما ستواصل روسيا العمل بنشاط على تنظيم إمدادات الحبوب والأغذية والأسمدة وغيرها إلى أفريقيا.